طيب وانا ماشي في شارع الليبال فجاه لقيت عربيه ملاكي طالع منها ترابيزه بتبيع عصير. الاغرب بقى ان البراند اسمه عصير ماما، فانا قلت لازم ندوق عصير ماما ده. ولما سالت الشباب هناك قالوا لي ان هو براند لسه جديد واسمه عصير ماما عشان العصاير بيتي جدا. فدي الحلقه الثانيه في دعم المشروعات الصغيره، فيلا بينا نشوف ماما هتشربنا ايه النهارده. ابدا بقى اهم حاجه بالنسبه لي وهي الصوبيا. طعمها جامد قوي يا جدعان. بصوا اول حاجه طعم دسامه اللبن واضحه جدا، الصوبيا اللي مستخدمينها طعمها محترم بس كانت محتاجه سكه جوز هند زياده، بس الكوفر اول بتاع دي انا ممكن اشتريها مره ثانيه عادي. نجرب بقى ثاني اكتر مشروب بحبه في حياتي هو الدوم. ريحته مركزه قوي برده. هنا بقى طعم الدوم تقيل شويه والسكر اخف حاجه بسيطه، بس عجبني بس هبقى ازود عليه شويه سكر بعدين. نخش بقى على الخروب، وهم قالوا لي ان هو بيتعمل بوصفه بيتي سريه جدا. بسم الله. لا علامه اول خروب ده. ورابع حاجة بقى معانا انا كنت فاكرها قمر الدين او مانجا طلعت برتقال في الاخر. الله الله بصوا لونه يا جدعان، بصوا لونه. بسم الله. حقيقي ايه ده؟ تقريبا ده اكتر برتقال مركز اشربه في حياتي تقريبا، بس جامد والله. واخر حاجة بقى معانا هي الليمون بالنعناع، المشروب ده لو ما ظبطش انا هزعل قوي. طعمه رايق قوي، فبالنسبه لي عصير ماما يستحق الدعم جدا، ان كل العصاير طعمها طبيعي جدا ومفيش اي لعب فيها.